اليوم ربنا ادانا القدره على ان نعرف نسبه 80% من الشعب الفلسطيني واخواننا المغتربين في جميع دول العالم على بساطه المكان وعلى جمال البلده القديمه بناسها. اليوم الناس صارت تقول وين ابو زهير هذا؟ بطلت يعني كانت الناس تيجي على المسجد العمري. تمام؟ اليوم صار ابو زهير مزار مثل ما المسجد العمري مزار. تيجي الناس تتفكر ايام ابائها وايام اجدادها، منقوشه الزعتر، منقوشه البيض، الحاجه التراثيه. سر النجاح بالاحرى اللي هو البلده القديمه او معالمنا الاثريه. اطلاله زي هذه يعني اظن الكل بيتمنى انه يجي ويقعد قبالها ويتفرج على معالمنا ويتفرج على كل حجر له حكايه، كل حجر له قصه، كل حجر له جمال في هذه المنطقه. يعني هذا بدنا نقول هويتنا الفلسطينيه. بالنسبة لي كمصور فلسطيني عايش مدينة غزة، صار لي تقريبا 13 سنة في مجال التصوير. وثقت كتير شغلات في البلدة القديمة، أحياء غزة القديمة، ساكنيها، تفاصيل يعني فيها حياة ورونق تاني. أنا يومي بلشو عند عكيلة، مطعم عكيلة طبعاً هذا من أشهر المطاعم في مدينة غزة، بيقدم فول وفلافل، الأكل الشعبي الفلسطيني الغزي. طبعاً أول ما بلش يومك لازم تطلب الفلافل، الحمص، الفول بالطريقة الغزية، طبعاً طعم تاني. مبدئياً أهم طقس من الطقوس للتوجه لأي مكان مش بس وسط البلد هي الرؤية، الرؤية قدر المستطاع، إنك تعبي عينك وتعبي دماغك من هاي الصور اللي بعد هيك تقدر تركبها على شكل حكاية، تركبها على شكل مسلسل، تعمل اللي بدك إياه. هذا أهم طقس إنك تطلع وسط البلد بالذات. الآن بتصور إنه هي أخذت هذا الطابع واحتفظت فيه، طابع الأكل القديم سواء حلو سواء فطور، طابع اللبس الحلو برضو اللي ممكن تشتريه أو تقتنيه من المحلات الموجودة لأنه سوق بالنهاية. وأنا صغيرة كنا نعمل نتسوق ملابسنا، باقي تفاصيل من سوق عمر المختار. فبالنسبة لي المكان لما تيجي تحكي لي لبسان سوق، هذا أول مكان برا بيتي أشوفه لما أنا آجي هان مع أمي وأكون مصدومة بتمثال العنقاء اللي شبه شخصية كرتونية كنت أتابعها شبه زورو، ولا أكون مصدومة بكمية العشقة والدوشة وأستنى أمي تجيب لي الخروب وهاي التفاصيل. فلا، أنت قاعد بتحكي عن انطباع أول هو اللي حببني أصلاً في سرد القصة إجمالاً وإني أسافر على أماكن تانية. فآه مهما كررت أماكن ورحت وإجيت وشفت بتضل غزة حتى لو عندها 1% من اللي بتمتلكه أي بلدة قديمة تانية وحفظت من القصف ومن الظروف ورممت وكذا، بتضل عندها هاي الريحة الحلوة الأحلى. جبنا الحلو دور القهوة لو سمحت، بدي 2 قهوة. شكرا. بيت ستي من البيوت القديمة اللي بترجع لأوائل القرن الماضي واللي ضايلة زي ما هي في غزة، بالعكس كمان ترمت علشان تصير تستقبل ناس من برا ومن جوا غزة. البيت على الطراز الشامي وهم البيوت القليلة اللي ضايلة زي ما هي، لأنه حكيت لك إنه معظم البيوت في غزة القديمة تأثرت بسبب الحرب العالمية الأولى، القصف البريطاني كان بيستهدف المسجد العمري، بيستهدف البيوت القديمة، وكمان أماكن تانية في غزة زي مثلا قلعة برقوق اللي في خان يونس، فأماكن كثير تضررت، ولكن هذا من البيوت القليلة اللي ضلت. في كمان بيوت زي بيت القصين وبيت السقة، برافو، ضايلين زي ما هم، في بيوت لحتى الآن تترمم عشان أهاليها ضلوا ساكنين فيها. وهذا الجانب الحلو اللي بدنا نحكيه، إن البيت القديم مش بيت لازم ينترك، هو بيت لازم يترمم، وبالعكس
نفكر كيف نجيب الناس عليه.